حتى ستشفي غليل المناصرين بهدف أول في مباراة اليوم. فهيم مع إليزي. جمهور المغرب الفاسي يبدو أنه غير راضي على نتيجة التعادل. فريق مازال في بداية مرحلة الإياب، ما يمكنناش نحكموا على فريق مجرد مباراة واحدة. يعني المغرب الفاسي في الجولة الأولى شفنا جولة أولى متكافئة، لكن الجولة الثانية المغرب الفاسي ما ظهرش بالوجه المطلوب منه من طرف مناصريه، وهذا أمر طبيعي لأننا في بداية موسم آخر. نعم كان هذا موسم آخر. نعود للمباراة. كرة لنادي المغرب الفاسي، مشات من الجهة اليمنى، حمزة حجي، محمد الشيحاني، كرة أمامية كانت صعبة في يد الحارس أحمد محمدينا. عمر السربوت، السربوت لزكريا مزيل، كرة تلعب في مساحة ضيقة. عمر السربوت، أحمد محمدينا يلعب الكرة في العمق الدفاعي تجاه وسام البركة أو سمير يتبي. كرة لصالح الأولمبيك، حكم يمنع خطأ لصالح الفريق الضيف مباراة اليوم لضرب وجه إيجابي. فترات متقطعة من هذه المباراة، كرة مشات لأولمبيك ريبكا، تستخلص تتحول لصالح المغرب الفاسي. مشات موسى تيغانا، موسى تيغانا ينتظر المسانده من طرف زملائه، وعوده موفقه من اسماعيل كوشام لصالح اولمبيك ريبكا. ما ينقص المغرب الفاسي اليوم بكل صراحه وبكل امانه هو اللاعب الذي يتقمص دور صانع العاب. وصلت الكره كثيرا لموسى تيغانا. كره لصالح المغرب الفاسي، حمزة حجي بالعمري، كرة للماس، تدخل دفاع أولمبيك ريبكا. مشات الكرة مرة ثانية من دون خطأ للماس. كثرة الكرة الضائعة في الجولة الثانية عكر علينا صفو هذه المواجهة القمة اللي وفات ب 50% من وعودها في الجولة الأولى، لكن في الجولة الثانية الفريقان معا لم يظهر ما يتوفران عليه من امكانيات تشفع لهما بتسجيل ليس فقط هدف واحد بل اهداف. سجال الجوله الثانيه كان تكتيكي بشكل كبير. مصمع ضيع الفرصه الاولى لاولمبيك ريبكا. سعيد